أولا بالنسبة للجولة بإذن الله نحن عندنا الجزائر 25، بعدين عندنا في قسنطينة، بعدين في وهران، وبإذن الله في الأغواط لسه ما تحددتش لسه. الجديد إنه أول مرة بنعمل حفل أوركسترالي في الجزائر، مما يسعدني جدا. كمان إنه المايسترو هو يونس بحري، اسمه يونس بحري، كان من الأبناء الصغار، يعني نعرفه من 2007، والآن هو عم يقود الحفل. جديد على مستوى التقديم هو دائما الأغاني المعروفة، إنما الجديد بالنسبة إلي إنه أنا ببلدي. إنما بيسرني أول شيء إنه أقول، يعني صرنا 6 أو 7 سنين نعمل حفلات، هذا أول حفل تم. لازم أشكر سيدة راضية دار الأرقام لأنه أصرت ونجحت بأنه نجتمع هلأ معكم، إن شاء الله يكون أول حفل ولقاء مع الأبناء بالجزائر.